السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وسعادة. أنا النهاردة جاي أقول لكم معاناتي مع المشتريات الأونلاين، وبجد حاجة بقت تفوق الحد لدرجة إن هما ناس كتير قوي بتتكلم ومسلسلات وناس، ويعني تلاقي حاجة تطلبها أونلاين تجيلك حاجة تانية خالص، وتاخد الأوردر، وساعات بقى ممكن بقى إيه يعني خلاص بقى يعني أنت لبست الأوردر. طيب انا اتعامل معايا في كذا موضوع او كذا حد او كذا بائع من اللي هم اونلاين، وعدت وفي حاجات ما عرفش اجيبها وما عرفش ارجعها، وقلت حسبي الله ونعم الوكيل. دلوقتي امازون دي شركه كبيره، امازون دي شركه عريقه، امازون دي ليها فروع في كل العالم، شركه محترمه. بقالي سنتين عملت معايا نفس القصه، ضربت اوردر والاوردر جالي حاجه تانية، وقال لك مرتجع، قعد 14 يوم، وبعد كده لما اتصلت وزعقت قال لك ده خلاص الطلب اتوافق عليه، فلوس نزلت، اطلب حاجه تانية، وطلبت حاجه تانية وخدتها غصب عني عشان ايه الفلوس ما تروحش عليا، او ان انا ما اعرفش اخد فلوسي. قال لك لازم يكون عندك حساب في البنك، وما عنديش حساب في البنك انا، او مش عارف يعني شغلانه كبيره قوي كده عشان تاخد، عشان تعرف تسترد فلوسك ما تعرفش ترجعها غير عن طريق البنك، يكون عندك حساب في البنك. انا ما عنديش حساب بنك للاسف، دي حاجة. فبقالي سنتين ما طلبتش منهم حاجة. وأنا بتصفح كده أمازون كنت بدور على مايك معين لشغلي، فلقيت نوع المايك اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي أهو، وكان أنا عايزه عشان مخرج اللي هو 3.5 مللي، وطلبت الأوردر. قبل كده قبل ما تطلبش من أي مورد تاني، اطلب من أمازون، أمازون حاجتها كلها مظبوطة وبيجي لها، والتسليم بيبقى تاني يوم على طول او تالت يوم، وحاجتها مضمونه. قلت خلاص، كان المورد مين؟ امازون، والمخازن امازون، يعني امازون فيها موردين تبعها، موردين مسجلين مكونين عندها، وفي موردين هم ناس هو مورد. السماعه دي او المايك لقيتها فين؟ انت شايفينها، هسيبها لكم اهي. عندي بياع، والبياع بياع اولاني والبياع التاني امازون، طلبت بتاع امازون لقيتها سعرها ارخص من ايه؟ من السعر الموجود في ايه؟ من السعر بتاعها. طيب خلاص، عملت الاوردر واتصلت يوم تاني يوم، كان الاوردر ده يوم الثلاث، يوم الاربع اكدت عليهم، قالوا ده جاي لك الخميس. ده يا رب، لا كنت عامل الاربع واكدت عليهم الخميس، قال لك ده الاوردر جاي لك الجمعه. قلت له طب انا مش موجود الجمعه، استلم السبت. انت قلت استلم السبت. قالوا لهم خلاص يا فندم هنستلم السبت. الاقي المندوب بيتصل بيا الجمعه يقول لي الاوردر معانا، قلت له ممكن خليها السبت. قال لي ماشي. كلمتهم يوم الخميس، قلت لهم انا عايز الاوردر زي اللي موجود في الصوره، زي اللي موجود عندكم. قال لك ما تقلقش يا فندم، ما تقلقش، خلاص 100 100 الا فولا، الاوردر زي ما هو خلاص. وانا البائع امازون قالت لي خلاص يا فندم ما تقلقش، احنا ناكد ان الاوردر هو. طيب النهارده جالي المندوب يوم السبت بالاوردر، وطبعا ممنوع، الاوردر مقفول، ممنوع اهو، ممنوع تفتح الاوردر، ممنوع تفتح الاوردر، انت استلم الاوردر وادفع فلوس وشكرا على كده، لكن ممنوع انك تستلم ايه؟ تفتح الاوردر. طيب فتحت الاوردر، وكانت الصدمه الكبيره اللي شفتها عندي. هتقولي مش هو المايك؟ هقول لك لا، هو المايك، بس انا طالب مايك او يعني ايه مخرج 3.5 زي اللي موجود في الصوره، انا مش هشيل الصوره، خلي الصوره. يجي لي بقى ايه؟ يجي لي اهو. طب ما هو اللي انت طالبه يا عم اللي زي في الصوره. طب ركز بس كده، ركز تاني، ركز تاني في الكاميرا، ايه ركز، هفتحه لك. جاي لي المدخل بتاعه او المخرج بتاعه بتاع ايفون اهو، بتاع ايفون، لاحظين كده، ها بتاع ايه؟ بتاع ايفون، شايفين كده اهو، بتاع ايه؟ ايفون اهو. طبعا اتعصبت واتنرفزت، اتصلت بيهم. طبعا اجي ايه اللي بيكلمني خدمه العملاء، يا فندم حضرتك ممكن نعمل ارتجاع و14 يوم وبعد كده ممكن تطلبه تاني. قلت له بقول لك ايه، والله لا اعمل فيديو افضحكم في كل حته، والله لا افضحكم، والله ما هسيبكم ولا ارحمكم، وهعرفكم احضر في الاسم، انا راجل صحفي وهبهدلكم.
وهعمل فيديو واخلي الناس اتفرج عليه. قال لي طب يا فندم اقول لك حاجه، طب ثواني. لما بقى بدا العيال بهدله، اهو اهو تاني اهو جاي له اهو من مخرج الايفون. بص اول ما شفت صدمت، ايفون ايه؟ انا قلت بيضحكوا عليا، يمكن جوه 3 ونص افتح الاقي فعلا بتاع الايفون. المهم اتصلت بيه، وبعد ما كلمتهم وزعقت قال لك خلاص يا فندم احنا هنعمل لك طلب استبدال، وهياخد بس من قيمه 7 ل 8 ايام، 7 8 ايام عشان اروح اعمل استبدال. ده بعد ما زعقت وقلت راجل صحفي وانا هبهدلكم وهعمله على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى التيك توك وهبهدلكم اخر بهدله. قال لي لا خلاص يا فندم حقك علينا، احنا هنعمل لك طلب استعياس، يعني استني بقى المندوب لما يجي لي بكره، بكره ياخده وبعدها يخش المخازن يتفحص يومين ماشي، ولسه يقعد لي كمان 5 ايام فيها 7 8 ايام. يعني اوردر لو انا نزلت القاهره اروح اجيبه من العتبه ولا من عبد العزيز ولا من العطار، ها هجيبه اسرع، لكن لسه هقعد لي 7 8 ايام عشان يجي لي الاوردر اللي طالبه اللي هو المخرج 3 ونص. دي حاجه بسيطه، ده غير حاجات تانية كتيره بقالي سنتين ما بتعملش معاهم، ده في ناس كتير قوي بتشتكي من كده. فنصيحه عشان ما اطولش عليكم، شغل الاونلاين خلي بالكم منه، خلي بالكم منه بجد. يعني سيبك من امازون، امازون دي معلش نصابين، انا بقول اهو خليه حاسبني بجد نصابين، لان الفلوس هترجع تاني هتتحط عندهم، وفين وفين لما تبقى تسحبها عن طريق بقى ايه؟ عن طريق البنك، انا بحطها في البنك تبعت حساب. طب ما عندكش حساب بنك تعمل ايه؟ لا خلاص فلوس موجوده مش عارف تسحبها، يا اما تروح تعمل ايه بقى؟ تستنى لما تشوف بقى منتج تاني وتدفع ايه عن طريقه. ما انت عندك فلوسك دي بتحطها في المحفظه، شوف بقى منتج تاني نفس السعر وتجيبه. يعني شغلانه كبيره، شغلانه كبيره قوي ومتعبه جدا. فانت في بلاش شغل اونلاين، او بلاش تروح حاجه من اونلاين بجد بجد حاجه سيئه. في ناس محترمه جدا، عشان مفيش، بس عشان في ناس بصحابهم ممكن يزعلوا، في ناس محترمه جدا جدا جدا، وفي ناس ما عندهاش ضمير. ولما تحب تشتري حاجه اونلاين قول له وريني الصور على الطبيعه، لو وريت صور على الطبيعه اعرف انه محترم، وقول له انا هعاين قبل ما استلم، هعاين قبل ما استلم. يعني مثلا جالك اوردر زي كده هعاين، والله هو لقيته هو هو تمام هدفع فلوس مندوب الشحن، ما لقيتوش هو هو شكرا مش عايزه. لو قال لك عاين قبل ما عاين قبل ما قبل ما تستلم، ويوريك الشغل بتاعك على الرساله الرسائل او الماسنجر او الواتس على الطبيعه، اعرف انه محترم. لكن عمل لك صوره متفبركه او جاب لك صوره على النت وقال لك هو ده شغلنا يا فندم، اهي دي الصوره على الطبيعه يا فندم ماشي، لا مفيش معاينه يا فندم قبل الاستلام، قول له انت نصاب هيلبسك اي اوردر واستلام ولا شكرا، هو ده هو ده اللي عندنا. وبقى حصلني لما تعرف تجيبه تاني بقى، يعني بقى بيني وعرفت تجيب حاجه تاني بقى، شكرا على كده خلاص لبست انت الاوردر وشكرا على كده. ف خلي بالكم موضوع الاونلاين بجد بجد بقت حاجه مقرفه 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 قوي. وانا عن نفسي قررت ان انا لو حبيت اشتري حاجه هنزل القاهره، حتى لو ادفع زياده في المواصلات، وهدور عليها هدور عليها بس هدور عليها كده بحيث ان ابقى ضامنها مش يجي لي حاجه غير الحاجه. وادي امازون، دي امازون، دي امازون، انا هوريكم يعني اهو الصور، شوف كل حاجه موجوده عشان تعرفوا ان فعلا امازون. ارجوكم بلاش تعاملوا مع امازون، انا كواحد مسحت الابلكيشن بتاعها منتظر بس يحلوا مشكلتي دي، وابلكيشن بتاعها مش هحذفه، مش عايز تاني امازون خلاص. انا كواحد عميل انسحبت من موضوع امازون ومش عايز اتعامل تاني مع امازون، لان هم شويه يعني كدابين. دي مش اول مره، دي يمكن رابع مره يحصل فيا كده. بس خلي بالكم موضوع الاونلاين وامازون وجوميا ونون وكل الكلام دول كلهم كدابين. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.